طرف الحكم الغامبي غاساما يبقى خيار طلب إعادة المباراة والاحتجاج أمام الفيفا خيارا لا مقصد منه، لكن الفاف لا يملك أدلة دامغة ضد الحكم غاساما، فالفاف تعتبر الأخطاء التي وقعت مجرد أخطاء تقع في أي مباراة ولن تعتبرها أدلة قوية لإعادة المباراة، مثل تلقي غاساما لرشوة من الاتحاد الكاميروني، وهذا ما أكده الصحفي الجزائري عبر حسابه في تويتر قائلا: لكي يعاد اللقاء يجب حصول ما يلي: أولا، تقديم طعن من طرف الفاف، طعن في شخص الحكم وحكام الفار الألمان، وثانيا، الطعن يجب أن يكون مصحوب بأدلة دامغة على وجود نية من الثلاثي بمساعدة الكاميرون، وذلك بصور وفيديوهات عن اللقاء من أخطاء ليست أدلة دامغة. السؤال يبقى المطروح: هل هناك أمل في إعادة مباراة الجزائر وبكل نزاهة؟